بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا نطبق على اللي احنا خدناه في الريجولار اكسبريشنز. الحقيقه كل لغه برمجه بيبقى فيها انجن للريجولار اكسبريشن، فلسه هنجرب على لغات البرمجه. لكن لو انت عايز تجرب حاجه سريعه كده، في مواقع بتساعدك ان انت تجرب الريجولار اكسبريشنز. على سبيل المثال ده واحد منهم مثلا، فممكن تدخل على الموقع ده وهتلاقي هنا في على الشمال اللي تشيت شيت، لو فتحته هتلاقي الاكسبريشن وكل واحد معناه ايه. تمام. طيب لو انا عايز اجرب بقى اعمل ايه، هو بيديك مكان تكتب فيه الاكسبريشن، وخلي بالك اللي مكتوب ده جزء مش من الاكسبريشن، يعني انت هتكتب هنا بين الاتنين دول، انت اصلا مش من حقك تمسح دول، لو جيت تمسحهم مش هتعرف. وبتحط التكست اللي انت عايز تدور فيه هنا، يعني يجيب تكست من اي مكان وتحطه هنا، هيبدأ يجيب لك التكست بتاعك. وهنا انا اخترت ليست بحيث اي حاجة هتماتش هيعملها لي ليست تحت هنا. يعني على سبيل المثال اتفقنا مع بعض، لو انا عايز ابحث عن كلمة بالظبط فبكتب كلمة ذا مثلا، فهيبحث عن كل كلمة ذا، فذا هنا جات 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 وهكذا، حتى لو كانت التي اتش اي جزء من كلمة هتيجي برضه. خلاص، فكل دول بيماتش، وهتلاقي حطهم لك ليست هنا، كل اللي حصل لهم ماتشنج بيجيبهم كليست. طبعا كلهم ذا لان احنا بنماتش نفس الكلمة، لكن خلي بالك هنا في كلمة ذا بس تي كابيتال ما جاتش، لان هو كيس سنسيتيف. طب لو انا عايز اجيب التي كابيتال، اتفقنا مع بعض لما احب اقول لتر او لتر تاني بحطهم بين القوسين دول، فهنا هيجيب لي ازاي سواء بتبدا بحرف كابيتال او بحرف سمول. اتعلمنا كمان الرينج. الرينج ان انا مثلا لو انا عايز حروف سمول اقول من A to Z مثلا، فكل الحروف هتلاقي عامل اعلم بتماتش، لكن تكون سمول، لكن الحروف الكابيتال هتلاقي مش معايا، الديجيتس مش معايا، السبيس الكوما كل دول مش بيماتش، اللي بيماتش بس الحروف اللي سمول. ممكن مش لازم اكتب الحروف كلها، مثلا اكتب من سي لجي مثلا، فهنا هيجيب لي الحروف من سي لجي بس، فاللي انت الرينج اللي انت هتقول له عليه هيعمله. ممكن كمان الارقام من 0 ل 9 مثلا، فهتلاقي هنا في ارقام هنا، في ارقام هنا، في ارقام هنا وهكذا. في كمان مش لازم يبقى الارقام كلها، ممكن من 0 ل 3 بس، فهي ماتش الحاجات اللي فيها من 0 ل 3 او من 3 ل 5 مثلا، مفيش حاجه من 3 ل 5 وهكذا، يعني ده الرينج. في كمان للحروف الكابيتال من A to Z كابيتال، هتلاقي جاب لك الحروف الكابيتال في التكست بتاعك وهم 5 بس، 5 حروف كابيتال. تمام، ده كده بالنسبة للرينج. في النوت، يعني لو قلت له حق الليتر A هيعمل لي الليتر A، لو انا حطيت قبله لازم يكون جوه الاكواز دي النوت. لو انا قلت له مثلا عايز الليتر A or B هيجيب لي A or B، لو انا حطيت نوت هنا فهيجيب لي الحاجات اللي هي مش A و B، يعني كل حاجة تانية ما هياش A و B، هتلاقي اللي مش متعلم عليه هو الA والB بس اللي هما مش هيجوا معايا، فأي حاجة تانية غير الـ A والـ B هتيجي معايا. والنوت دي لازم عشان تتعامل معاملة النوت تبقى بين القوسين، يعني النوت دي لو أنا حطيتها جوه هنا هتتعامل معاملة الكاركتر عادي، فهيجيب الـ A أو العلامة دي أو الـ B. يعني لو حطيت العلامة دي هنا مثلا هتلاقيها بقت بتماتش من ضمن الحاجات اللي بتماتش. ده كده بالنسبة للنوت ازاي استخدمها جوه القوسين دول، وشفنا كمان الرينج. تعال نشوف الكاونتينج بقى. لو انا عايز مثلا اقول تي تكون حصلت one or more times، فهتلاقي هنا التي لو واحدة بس حصلت هتيجي، اتنين two times هتيجي، three times هتيجي لو في three، يعني مثلا لو كان في تي هنا بالغلط فالتلاتة برضو بيماتش وهكذا، فده معناها ان تي تحصل مرة او اكتر. لو انا قلت مثلا ممكن اعملها بطريقة تانية، ممكن اكتب تي تي علامة استفهام، دي معناها ايه؟ معناها تي وعلامة الاستفهام دي معناها اللتر الكاركتر اللي قبلها اوبشنال، يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش، فلو تي لوحدها هيتماتش او تي وراها تي هتماتش برضو، فهتلاقي هنا بتماتش. تمام، ده كده بالنسبة لعلامة الاستفهام. في الدوت اللي هي سنجل كاركتر، لو انا قلت له تي دوت اي هيجيب لي اي حاجة تي دوت اي، زي تي اتش اي، تي تي اي، المهم مكان الدوت دي هيبقى فيه حرف، فأي حاجة مكان الدوت حرف هتيجي معايا. تمام، لو عملت تي دوت دوت هيجي تي وراها تو كاركترز، أيا كان بقى التو كاركترز اللي وراها ايه مش مهم، حتى لو مسافة زي دي، المهم في تي وبعدها حاجة وبعدها حاجة كمان، فده كده الحاجات اللي بتماتش، أو هتلاقيهم حتى دول كده اللي بيماتش. تمام، ده كده بالنسبة للدوت. في كمان اللي هو الـ exact matching numbers of characters، يعني سبيل المثال عايز أقول
تي 2 تي، فهقول تي وراها الاثنين دول. ممكن اكتب تي تي طبعا، لكن لو انت عايز تقول 2 تي بالطريقه دي فممكن تكتبها بالشكل ده فيجيب لك اللي بيماتش 2 تي. اتفقنا مع بعض؟ ممكن تحدد المينيمم والماكسيمم، فواحد اور 2 تي يعني واحد او اتنين، ممكن واحد اور 3، بس طبعا ما فيش 3 الا اذا انا حطيت واحده هنا كمان فبقوا 3 مثلا فبيماتش. لكن لو بقى 4 هنا بيماتش ليه هنا؟ لان دول الثلاثه دول اللي بيماتشوا، يعني هو ما خدش الاربعه مع بعض، خد الثلاثه ودي بقت ماتش جديد. تمام؟ حتى هتلاقي هنا هما الثلاثه فين اهو، ثلاثه مع بعض بيماتشوا ودي التي اللي بعده. ممكن ما تحددش الماكسيمم فتقول واحد على الاقل واحد تي يعني تي او اكتر، فهيجيب لي هنا بقى الاربعة تي جت معايا، لان انا بقول له واحد او اربعة تي او اكتر من تي او واحد او اكتر. يعني في بقى اللي هي ما تحددش المينيموم وتحدد الماكسيموم، بس الانجن ده مش مدعمها حتى في التشيت شيت هنا مش هتلاقيها موجودة. تمام؟ فبرضو يعني دي حاجة تبقى عارفها ان مش كل الانجنز بتدعم كل حاجة، فممكن يبقى عندك انجن ما بيدعمش حاجة معينة، فلازم تقرأ عن الانجن كمان. يعني احنا بنفهم الكونسبت ماشي ازاي والدنيا ماشية ازاي، لكن انت لازم تقرأ عن الانجن اللي هتشتغل بيه. يعني لو هتشتغل بالجافا لازم تعرف الريجولر اكسبريشن انجن بتاع الجافا بيدعم ايه وما بيدعمش ايه، بتاع البايثون نفس الموضوع، بتاع داتابيز مانجمنت سيستم معين نفس الموضوع وهكذا. طيب شفنا كمان الاليس اللي هو لو انا عايز اشوف ديجيت مثلا كنت ممكن اقول كده من 0 ل 9 فده هيجيب لي الديجيت. فشفنا الاليس ممكن اكتب دي بطريقه تانية اللي هي سلاش دي، فسلاش دي هيجيب لي كل الديجيتس اللي عندي. لو انا عايز اقول مش ديجيت بقى فبعكسها بخليها دي كابيتال فيجيب لي اي حاجه مش ديجيت، فجاب كل حاجه مش ديجيت. شفنا كمان الوورد كاركتر، الوورد كاركتر اللي هي دبليو سمول هيجيب لي اي حاجه بتكون يا letter small letter capital او underscore، اي حاجة تانية مش هيجيبها معي، او digit طبعا من ضمنهم هيجي برضو، لكن اي حاجة تانية زي المسافات زي الدولار ساين زي الدوت كل ده ما بيجيش معي. عكسها W capital بقى هيجيب لي الحاجات اللي هي مش word character. في الوايت سبيس، الوايت سبيس اللي هي سلاش اس هيجيب لي المسافات ما بين الكلمات. لو في تاب يعني مثلا لو حطيت تاب هنا اتكيت على التاب بقت في مسافة كبيرة هيجيبها، بس طبعا شوفوا زي ما انتم شايفين هي حاجة ما بتبانش بعينينا، ما بيبانش غير لما اعلم عليها ان في حاجة بتماتش هنا، لكن في حاجات راجعة طبعا. تمام؟ عكسها اللي هي سلاش اس كابيتال فهيجيب لي الحاجات اللي هي مش وايت سبيس. طيب شفنا الانكر كمان، الانكر اللي هو لو انا عايز اماتش كلمه في اول الكلمه يعني في اول التكست، يعني كلمه اف هنا ذكرت مره واحده، طيب خليني اكتب كمان اف اي حته هنا مثلا في هنا اف برضو اللي دي سمول فهتلاقيها بتماتش برضو صح. طب انا عايز اجيب الاف الاولى بس اللي في اول التكست بس، هنا لازم تعمل الانكور هنا اللي هي التمانية الصغيرة، فالتمانية الصغيرة دي لها اكتر من استخدام خلي بالكوا عشان تركزوا فيها. يعني التمانية الصغيرة دي كده معناها جيب لي بس اف اذا كانت في اول التكست بس ما تجيبها ليش تاني، يعني دي كده لو ما هياش اف مش هترجع، ما فيش حاجة هترجع كده ما فيش ريزلت خلاص. ليه؟ لان هو هيدور على اول حاجة في التكست بس. في عكسها بقى الدولار ساين يكون في الاخر، اللي انا حطيت هنا دولار ساين معناها حاجة وراها دولار ساين يعني في اخر التكست، فاخر حاجه في التكست هنا كلمه انكم مثلا فمفيش حاجه هتيجي غير مثلا انا حطيت له اي مثلا، فايه هنا اللي هي اخر حاجه، او ممكن تكتب الكلمه كامله طبعا فهتماتش الحاجه اللي هي اخر حاجه دي. يعني انت كانه بتقول بتساله هل التكست بتاعنا بينتهي بكلمه انكم، ده معنى regular expression ده. تمام؟ طب لو عايز اقول اسال ان التكست فيه كلمه انكم بس مفيش غيرهم، فممكن اقول له بيبدا بانكم وبينتهي بانكم بالشكل ده، فطبعا مش هتيجي. لكن لو مسحت ده كله وكتبت انكم انكم فهتلاقي بيماتش. ليه؟ لان هو في بدايه التكست وفي نهايه التكست فالاثنين طبعا بيماتش. خلينا نرجع تاني، ده كده بالنسبه للانكر. في الورد باوندري برضو، يعني مثلا تعالوا نشوف الورد باوندري مثلا كلمه تو مثلا، لو شفنا كلمه تو في كلمه تو بتبقى كلمه، لكن في كلمه تو بتبقى تي او مش في كلمه، فانا عايز ماتش بس كلمه تو اللي هي كلمه فبحط لها الورد باوندري. الورد باوندري اللي هي سلاش بي وراها سلاش بي، فهتلاقي هنا بقى ان التو دي ما جاتش هنا المره دي خلاص. ليه؟
لان هي ما بحولهاش الباوندريز او الحدود بتاعت كلمه. ايه الحدود بتاعت كلمه؟ يكون قبلها بدايه سطر لسه، قبلها مسافه، قبلها تاب، بعدها نهايه السطر، بعدها مسافه، بعدها تاب، في فواصل كده. ان يعني تو دي كلمه لوحدها، فكده دي كده معناها ان دي وورد باوندري. طبعا انت ممكن تعملها بدون استخدام السلاش بي لو انت عايز، يعني لو انت عايز تفكر فيها. عايز اقول مثلا ان يكون قبلها مسافة مثلا، فتقول white space وبعد كده white space، فدي كده هيجيب لك الحاجات اللي هي قبلها white space وبعدها white space. لكن لو جات حطيت انت نقطة هنا مثلا، فتو دي ما جاتش مع انها word boundary هي، صح؟ فممكن تحل المشاكل دي طبعا عن طريق ان انت تقول حاجة تانية، يعني تحط expression تاني. فعايزكم تقعدوا تجربوا عشان بس تتمكنوا. يعني انا عايز اقول ان يكون وراها حاجة ما هياش letter، فهقول not is small to z small و e capital to z capital، ما وراهاش حاجة، ما وراهاش حاجة تكون letter يعني. فدي جت كمان بقت بتماتش معايا خلاص. فممكن برضو كشيل اللي قبلها واحط نفس الموضوع وهكذا. فانا عايزكم تجربوا الحاجات دي. بس خلي بالك بقى هنا مثلا كلمة تو لو جت هنا في نهاية الكلام مش هتماتش. مش هتماتش ليه؟ لان ما وراهاش حاجة، وانت بتقول لي لازم يبقى وراها حاجة ما هياش لتر. طب انا عايز اقول له او ما يكونش وراء، او يكون وراها الدولار ساين، فهنا لازم احط بقى ايه؟ او وراها دولار ساين. فممكن اقول الاكسبريشن ده كله او الدولار ساين في نهاية الكلمة، ودول كلهم كده احطهم بين قوسين لان دول اكسبريشن لوحدهم بيرجعوا لي حاجه معينه. يكون وراها حاجه ما هياش لتر او وراها دولار سين يعني في نهايه التكست خالص. فهنا بقت التو بتماتش كمان عن طريق ان انا حطيت الجزء ده. فده برضو محتاج تدريب عشان تبقى عارف ازاي تماتش الحاجات دي كلها. طيب ده كده بالنسبه لي البورد باوندري، وشوفنا ازاي نتغاضى عنها لو احنا يعني مش عايزين نستخدمها، لكن طبعا هي متاحه ليك فتستخدمها، ليه ما تستخدمهاش. في بقى لو انا عايز اقول السترينج اور سترينج اللي هي الفيرتيكال بار، احنا استخدمناها هنا. لكن لو عايزين نجرب حاجه تانية 2 مثلا او 4 مثلا، فيجيب لي 2 اور 4، مش عارف في 4 اهو. في 4 طبعا، ما هم يعني هم مش كلمه كامله، جزء من كلمه. لكن لو انت عايزها بقى برضك نفس الموضوع، ممكن تحط الورد باوندري فهنا سلاش بي سلاش بي سلاش بي سلاش بي، معناها كلمه 4 ككلمه لوحدها او كلمه 2 ككلمه لوحدها. فمش هتلاقي كلمه 2 لو هي في نص كلمه، او كلمه 4 مثلا دي ما بقتش بتماتش خلاص لان هي في وسط كلمه. في كمان الجروبس، ان احنا نعمل جروبس، وشفناها برضو في المثال اللي فات ان انا اعمل الاقواس دي. يعني مثلا عايز اقول مثلا يعني كلمة تو اتكررت one or more times، فهتلاقي هنا كلمة تو مرة واحدة بس. لكن لو في تو هتيجي برضو، يعني كلمة تو اتكررت هنا مرة وهنا مرة، فتو times sorry، فهنا تو تايمز. فهنا دي معناها ان كلمة تو على بعضها اتعملت معاملة وان كاركتر، فبنقول الجروب ده كله يتكرر مرة او اكتر. طيب انا يعني خلينا نجرب حاجات كمان. لو انا عايز اطلع البرايسز دي يعني، فممكن اقول له دولار ساين ديجيتس مثلا، فسلاش دي سلاش دي سلاش دي لو انا عايز اقول 3 ديجيتس. بس هتلاقي هنا ما بتجيش ليه؟ لان الدولار ساين ليه معنى ان هو نهايه الكلام، فلازم احط له الاسكيبنج كاركتر ده عشان يتعامل مع معامله الكاركتر. فهنا بقول له دور على الدولار ساين، تمام؟ لان الدولار ساين لوحدها كان ليها معنى. وراها 3 ديجيتس، لو جابها لو لقاها هي ماتش، فهنا لقى الاسعار اللي هي 100 دولار مثلا. طب مثلا يعني دي كانت 10 دولار، فمش هتماتش. طب انا عايز اجيب الديجيت يعني one or more digit، فممكن اقول له digit وراها زائد one or more digit، 1 2 3 4 5 ايا كان بقى. بس خلي بالك لو في digits كتير كده هتماتش برضو. فانت لو عايز تحط له limit بقى، ممكن تديله مثلا يعني انت قلت الاسعار ممكن تبقى اخرها مثلا من 1 مثلا لخمس digit مثلا، فهيماتش ده. فلو انت عايز، بس لو بقيت الجزء ارقام هيماتش. فلو عايز بقى يبقى بعد وايت سبيس، حاول بقى تظبط انت الحاجات دي وشوف ممكن تظبطها ازاي. وبكده يبقى احنا اتدربنا شويه بساط كده
عايز كنتوا بقى تجربوا وتلعبوا في التكست ازاي تقدر توصل للتكست اللي موجود، وان شاء الله في نهاية الشابتر ممكن نعمل ابليكيشن صغير كده نستفيد من الريجولر اكسبريشن، ونشوف ايه هي المشاكل اللي موجودة في الريجولر اكسبريشن، وازاي في الناتشورال لانجويج بروسيسنج اتغلبنا على المشاكل دي، وايه الطرق التانية اللي نقدر نستخدمها علشان نبحث في التكست او نحاول نفهم التكست اللي مكتوب بشكل عامل ازاي. يلا شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.